استعادت الصحافة اللبنانية صفحات من تاريخها الجميل مع إطلاق برنامج الدراسات الإعلامية بالجامعة الأمريكية ببيروت جائزة كامل مروة بالحقل الإعلامي، وهالجائزة كانت منحت بين الأعوام 1966 و1965. حضر الحفل حشد من الوجوه السياسية الإعلامية الأكاديمية الفكرية والاجتماعية، وتم خلال الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن حياة الراحل كامل مروة والدور الريادي اللي لعبه بتاريخ الصحافة اللبنانية والعربية. وبهالمسابقة فازت الطالبة مايا مجذوب بفيلم وثائقي بيطرح رؤية نقدية لمحطات التلفزيونية اللبنانية اللي بيسيطر عليها الفكر التجاري وبتسيطر عليه مشاعر الطائفة السياسية. ألف مبروك للطالبة مايا مجذوب بهالعمل المميز والرائع، وتفاصيل الاحتفال مشاهدينا بهيدا التقرير. هي الجائزة بتعبر عن حياة كامل مروة، الأمور اللي بيوقف مشان كامل مروة كصحفي كإعلامي مبدع، وهي بتكرم طالب أو طالبة ماجستير بالجامعة الأمريكية ببيروت بقسم الإعلام، بيعمل أو بتعمل بحثة بمجال تاريخ الصحافة أو حاضر الصحافة أو مستقبل الصحافة بالعالم العربي. النتائج كانت متقاربة، لكن برز طالبة معينة عملت دوكيومنتري، عملت فيلم عن تاريخ التلفزيون والطائفية السياسية بلبنان، وقدرت بشكل موضوعي تقدم فيلم نقدي عن علاقة هذا التلفزيون تاريخه وحاضره. هلأ هي الجائزة منحة كان مش بإطار منافسة بقدر ما هي يعني هن اختاروا. هلأ نحن كتلاميذ ماسترز فينا عنا الأوبشن نعمل يا أطروحة تيسس يا رسالة ماجستير، يعني يا فيلم أو أي بروجكت فيك تشتغل عليها. فأنا حبيت أعمل فيلم، وهي كمان كانت شغلة نسبيا جديدة لأنه فيلم 50 دقيقة، يعني يعتبر فيلم طويل كفيلم وثائقي للجامعة. وتبلغت انه حبوا الشغل وانه اختاروني للجائزه، فكان شيء كثير رائع. اكيد بلد صغير، مساحته ما بتتعدى 10452 كيلومتر مربع، بس طوايفه كثير، مشاكله اكثر. حابه بعد التخرج امشي اكثر كمان باطار الاعلام النقدي، يعني كفي بمواضيع تانية من صلب كمان ثقافه الاعلام اللبناني وبطروحات كمان باطار نقدي. حابة كفي بهالخط بالوثائقيات كمان. ما في شيء يعني بعد معالمه واضحة، بس حاب يعني عارفة أكتر أي نوع من الإعلام حابة أشتغل فيه. لازم نعرف أنه الجامعة الأمريكية كانت ألغت لفترة من بعد تقريبا بنص السبعينات ألغت قسم الإعلام في الجامعة، ما كانت بتقدم، وفي عملوا إعادة إحياء لقسم الإعلام فيه، وطبعا اتصلوا فينا انه هل فينا نحيي هذا الموضوع، الجائزه اللي كانت باسم الوالد، ويعني طبعا قررنا نعملها لانه الجامعه الامريكيه هي الصرح الجامعي الضخم في العالم العربي، تقديماته بالفكريه ودائما بتؤدي لتجدد وتقدم في العالم العربي. براينا نحن انه ضروري تضل في احترافيه بالاعلام، ومشان هيك شددنا نرجع نعمل الجائزه وباب الاعلام، لانه ضروري الاحترافيه بالاعلام، لانه هالكم الهائل من الأخبار اللي عم تجينا ما عم نعرف لا نفلترها ولا نعرف كيف نتعاطى معها. مقدم فيلم ناقد لجميع التلفزيونات، وبعتقد هو هادف وهو واعي، وأنا يعني بهنيها على هالنظرة هاي. ما في الواحد يكون صحافي إذا ما كان عنده عين نقدية. بداية مبروك لمايا، مبروك لوالدها، والدها صديقنا، مبروك للجامعة الأمريكية، مبروك لكامل مروي ولو كان. فلا شك المناسبة كبيرة والمناسبة تستاهل الاحترام والإجلال، ومبروك لكل طالب على هذه الطريق، على طريق النجاح. تسلم، وأنا بارك لكم. يعني هي مايا كمان لها علاقة بتلفزيون لبنان كمان أساسا، واستعانت كتير كمان بتلفزيون لبنان بمواد من أرشيف تلفزيون لبنان، بقى كمان الشكر لتلفزيون لبنان أكيد. الحمد لله هي مايا جزء من الجيل الجديد،
يلي بصراحة إذا بتأملوا الأجواء اللازمة والهادئة والمنيحة بتصور أنه في كتير كتير مثل مايا وشاطرين جدا وبيبرزوا كتير. هي تأثرت بحياتها بيناتنا، بس بالحقيقة كان الاعتماد على حالها هي أكتر شيء، بتحب هالجو وهالشغل هيدا، وحتى اشتغلت شوي هي بالحقل الإعلامي هي وعم تدرس، يعني الحمد لله لا طلعت بتفوق ونشكر الله. يعني بدي بارك لها وتقول لها بيضنا وجهنا، وبدنا نشكر طبعا نحن جائزه كامل المروه، يعني كمان يلي هن له دور كبير، والجامعه الامريكيه ببيروت باختيار مايا. كامل المروه قامه كبيره في الصحافه اللبنانيه، وقد كان من شهداء الصحافه، كان مرجعيه كبيره وله علاقات كبيره، ولا تزال بصماته مطبوعة في الصحافة اللبنانية، ومن وإنها لمبادرة مشكورة أن تمنح جائزة كامل مروي لطالبة متفوقة في الإعلام، وأنا سعيد بمتابعة هذا الاحتفال وآمل المزيد من التألق للصحافة اللبنانية إن شاء الله. إن هذه الجائزة لا تهدف إلى تكريم ذكرى صحفي فذ فحسب، بل أيضاً إلى تكريم جيل جديد من الإعلاميين الشباب وتحفيزهم على التألق والإبداع. لقد وضعنا مع إدارة الجامعة معاييراً محددة، أهمها أن اختيار الطالب الفائز يعود حصراً إلى هيئة من المحاضرين في قسم الدراسات الإعلامية من دون أي تدخل أو مشورة منا. وأتوجه بجزيل الشكر إلى كل الذين ساهموا في إعادة تثبيت هذه الجائزة، كما أريد أن أهنئ الطالبة الفائزة لهذا العام الآنسة مايا المجنوب. مشاهدين